طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم حنكمل في شرح شابتر 3 نماذج المحاسبة. طيب في البداية هذا الشابتر جدا مهم، وبيجي عليه كتير أسئلة في الامتحانات، سواء في الفاينل أو في السكند أو في الفيرست. طبعا بداية الشابتر بتحكي عن الاستحقاقات، قصص الاستحقاقات، وعن الفترات الزمنية، وعن عدد قيود التسوية والأنواع الرئيسية لقيود التسوية. هلأ بالبداية الحفظ اللي موجود اللي هم الفيزيكال ييرز والتايم بيريود اسمبشن والسنه الماليه والفتره الزمنيه الشهريه وكذا، هاي الامور كلها ان شاء الله مثل ما وضحت لكم حتنزل في شيء في ملخص حفظ منفصل تماما عن شرح ماده الفهم. لذلك حننتقل مباشره الى اللهم صل محمد الى قيود التسويه. طيب هلا اول شيء بدنا نعرف ايش انواع قيود التسويه ومتى بعمل قيود التسويه وكيف بتكون مثلا ديفيرالز واكيورالز. طيب هلا الادجستنج انتري اللي هم قيود التسويه تقسم الى قسمين، اول قسم اللي هو المؤجلات ديفيرالز اكيورالز المستحقات. طيب هلا المؤجلات هم البريبيد اكسبنس والان ايرند ريفينيو. بريبيد اكسبنس حكينا المصروفات المدفوعه مقدما، الان ايرند ريفينيو شرحناها في بدايه شابتر 1، اكيد هلا الكل حيكون عنده علم في هذا الشيء، اللي هو الايرادات المقبوضه مقدما او غير المكتسبه، مثل مثال حجز تكت الطياره. المستحقات اكيوريد ريفينيو اكيوريد اكسبنس حنخليهم لبعدين، حنبلش في المؤجلات الديفيرالز في البدايه. تمام. طيب هلا بدنا نيجي نعمل قيود التسويه الادجستنج انتري للديفيرالز للمؤجلات. طيب اول شيء بدنا نعمل، حكينا في عنا قسمين بريبيد اكسبنس وعنا اللهم صل محمد الانرند ريفينيو. هلا بالنسبه للبريبيد اكسبنس، هلا دائما الادجستنج انتري للبريبيد اكسبنس ديبت اكسبنس كريدت اسيتس. ليش؟ هلا انا لما ادفع مصاريف مقدمه او ادفع شيء لقدام مصاريف فحيزيدوا مصاريفي وحينقص الاسيتس، لانه نقص من الكاش، كاش من الاسيتس فنقص كاش، لانه دفعت فلوس مقدمه، فديبت اكسبنس كريدت اسيتس. هذا السؤال هون اللي عفوا هاي الملاحظه هون جدا مهمه، بتيجي كتير عليها علامات سواء في الفيرست او في السكند او في الفاينل. prior to adjustment for period expense، بدك تعرف انه لما يكون عندك period expense شو التاثير على الاسيتس، شو التاثير على الاكسبنس، شو التاثير على النت انكم، شو التاثير على الايكويتي. بيجيب لك السؤال بيحكي لك ايش التاثير على البريفيد اكسبنس، بيجيب لك خيارات انه الاسيتس اندر ستيتد مثلا بخربطك، المهم بيجيب لك هذول الخيارات. مهم جدا اعرف الاسيتس اوفر ستيتد، حفظ الاسيتس اوفر ستيتد، الاكسبنس اندر ستيتد، النت انكم اوفر ستيتد، الايكويتي اوفر ستيتد. عشان نبسطها عندنا اسيتس ايكويتي نت انكم اوفر ستيتد الاكسبنس اندر ستيتد. تمام، هذا السؤال جدا مهم لازم تركزوا عليه لانه بجيب عليه اسئله بعلامات، يعني بجيب عليه تقريبا علامتين لثلاث على ما اذكر في امتحان فيرست، لانه لسه في ادجستمنت للان ريفينيو للاكيورز المستحقات. تمام. هلا sometimes of prepaid expense